تحت شعار الابتكار الرقمي في خدمة المنظمات، تنطلق فعاليات المعرض الإفريقي للابتكار والتكنولوجيا في نسخته الثانية هذه السنة، موعد مميز للتعريف بالتقدم الكبير الذي حققه المغرب في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالكفاءات الوطنية وتسويقها على المستويين القاري والدولي. هذا قطاع حيوي مهم جدا، صاحب جلالة كيعطي أهمية خاصة، وكان نتمنوا أنه الحكومة الآن مع سيد الوزير اللي نتبع هذا الملف هذا بدقة أننا نوصل نتائج إيجابية في القريب العاجل إن شاء الله. هذا المعرض هو فرصة طيبة لتبادل الخبرات والتجارب مع أشقائنا في الدول الإفريقية من وزراء وخبراء، تبادل الخبرة حول تجارب الاستثمار في الاقتصاد الرقمي من أجل تحديد بلداننا وإنعاش الاقتصاد وتحقيق التنمية. هذه التظاهرة الاقتصادية تسعى إلى تكريس البعد الإفريقي من خلال مشاركة مكثفة من قبل البلدان الإفريقية بما في ذلك الكاميرون ونيجيريا ضيوف شرف هذه النسخة التي تميزت بالتوقيع على مذكرات واتفاقيات شراكة من أجل تعزيز التعاون جنوب جنوب. لقد أتاح لنا هذا اللقاء التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة بين القطاعين الخاصين في المغرب والكوت ديفوار، ومن بين أهم هذه الاتفاقيات الاتفاق مع تكنوبارك الدار البيضاء، والذي سيمكننا من إحداث نفس البنية في الكوت ديفوار بغية تشجيع الابتكار. كاين واحد القدرة وكاين واحد العزيمة باش أخيرا المغرب يدخل في هذا العالم ديال التكنولوجيا الحديثة ويحدث يعني المساطير ديالو الإدارية. المعرض يشكل واجهة حقيقية تجمع بين عرض المهارات الإفريقية وتقديم أفضل الممارسات والتجارب الدولية في الميدان الرقمي. النسخة الثانية تتزامن مع إطلاق خطة المغرب الرقمي 2020 التي صادقت عليها الحكومة في الآونة الأخيرة.